بداية الوفاق يتألق وحد زكريا بقوة كما نشاهد يتمكن من مباغة الحارس كوانتا ويوقع الهدف الأول لمصلحة الوفاق بقوة ذلك فيحاولوا في الوقت للمحاولة ربما الهدف الثاني وبالفعل وأخيرا تابع لمصلحة الوفاق. الآن أصبحت النتيجة عريضة مع العرضية هذه المرة من بن عياد، المتابعة والسرعة من حدوج حتى يلحق على الكرات سريع جدا في غياب الرقابة، ومرة أخرى الهدف الخامس بهذه الطريقة.